السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سلمسات. اليوم سوف نتعلم أمر جديد أو نتعلم ثلاثة أوامر، ومن هذه الثلاثة أمر واحد جديد. الأوامر الأولى تعلمنا في الحلقات السابقة من سلسلة تعلم نظام لينكس. الآن سوف نقدم الحلقة الرابعة عشر. نقوم بكتابة توتش ثم ملف توتش. قمنا بإنشاء توتش. هنا قام في البدء في السطر وإنهاء في السطر، إنهاء الأمر. الآن كما تشاهدون هنا نقوم بتسمية بداية الأمر وهنا انتهاء الأمر. الآن نقوم بعمل كلير ثم نقوم ب نتعلم على الأمر الجديد وهو تي، لنقوم بإنشاء ملف اسمه تي. الآن هنا الأمر بدأ الأمر تي ولم ينتهي، لماذا؟ لأن هنا الكتابة، قم بكتابة سرمد سعر. هنا ننقر كنترول سي، هنا تتوقعون سرمد سعر كتب؟ كلا، لم يبدأ. لماذا؟ نحن لم نقر، ولكن سلمسات لأن لم يكتب، لأن لم نقر إنتر أي سطر جديد أو نيو لاين. لماذا؟ لأن نيو لاين تعتبر التأكد ويقوم بتكرار الاسم. أنا نقوم بكتابة سرمد ساعات 3 مثلا وثم إنتر. الآن قام بتكراره وهنا يقوم بتكرار الاسم للتأكد من كتابته. الآن نقوم بالدخول إلى تي، إضافة من كتابتي، ولكن لم ينتهي الأمر. أي ما نكتب هنا يدخل في الملف الآن كي وأو، وعندما نقوم بكتابة تي مثلا والآن كنترول سي لم يقوم بكتابة تي، لأن لم نقوم بكتابة الإنتر أو بالنقر على إنتر. الآن نقوم بتكرار الأمر وثم بإعادة السرمد. نقوم بإعادة الأمر وثم نقوم بكتابة السرمد وثم السرمد وثم السعر وثم السعر. الآن هنا يقوم بكتابته، ولكن يقوم بكتابته بإعادة الأمر الجديدة. يقوم بكتابة الجديد ومسح هذه الأوامر. هذا النص الذي قمنا بكتابته سابقا. الآن نقوم بفتحه، نقوم بعمل كات، لم يفتح الملف، الآن نقوم بعمل كات وثم تي. الآن كما تشاهدون محتوى الملف قام في الكتابة به من جديد. الآن نقوم بعمل كلير وهنا نقوم بعمل نانو، أيضا يقوم في الكتابة في الملف. نقوم بكتابة نانو وثم هنا يقوم بإنشاء الملف اسمه نانو، ولكن نقوم بكتابة فيه من خلال المحرر، محرر النصوص، ثم أيضا نانو NMA. والآن نقوم بنقر كنترول إكس وثم كنترول واي وثم إنتر. الآن كما تشاهدون تم إنشاء الملف باسم نانو وقام بكتابة كل شيء بداخله. نقوم بعمل كات وثم نانو. الآن كما تشاهدون هنا قام بكتابة نانو، تقوم بكتابته من خلال المحرر، محرر النصوص، وأتي يقوم بكتابة من خلال السطر الأوامر، والتوتش يقوم ب بداية الأمر وانتهاء مباشرة من دون الكتابة في داخل الملف. ومع السلامة، نتمنى الاستفادة لكم في هذا الفيديو القصير. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.